السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر سليم وانت بتتفرج على قناة دي ماربيا. هنشوف مع بعض ازاي نبدأ مشروع ريفت معماري، تمام؟ واكيد في جزء كبير جدا هيبقى مشترك مع انشائي ومع كهروميكانيكا. طيب اول حاجة بنبدأها او ده البرنامج اهوت، هنا اخر مشاريع احنا اشتغلنا عليها، دي اخر فاميليز اشتغلنا عليها. الفاميلي هي عبارة عن سمارت بلوك، يعني هو عبارة عن بلوك زي الاوتوكاد بس هو بيبقى اذكى، بيقدر يتفاعل مع العناصر اللي حواليه، بيبقى فيه معلومات قيمه، وكل حاجه موجوده في قلب ريفت هي عباره عن فاميلي، وفي انواع كتيره من انواع الفاميلي زي ما شفنا مع بعض. في نوع بيبقى اسمه سيستم فاميلي بيبقى موجود في قلب المشروع، وفي حاجات اسمها لودابل فاميلي يعني بحملها من بره المشروع، وفي حاجات بنعملها جوه المشروع مودرن بليس. طيب دلوقتي عشان نبدا مشروع جديد هقول له نيو، بيقول لي اختار التمبليت، تبدا تختار التمبليت اللي انت عايز تشتغل عليه. طبعا اي واحد من دول تقدر تحوله للتاني، يعني لو انت بدات باركتكتشر تقدر تعدل الخصائص لحد ما يبقى ستراكشر. هي الفكره كلها في اركتكتشر ان هو بيكون مجهز انواع حوايط، بيبقى حاطط مثلا باب، بيبقى حاطط العناصر الرئيسيه. الاستراكشر هتلاقيه حاطط مثلا عمود، حاطط مثلا انواع معينه من العناصر الانشائيه، والام اي بي كذلك. طيب في الاركتكتشر، طيب لو انا عندي تمبليت مختلف اروح براوس وابدا ادور على حاجه يكون امتدادها ار تي اي، دي الحاجات اللي موجوده اهي، تقدر تزود زي ما انت عايز، تقدر تختار اللي انت عايزه. طيب هتفتحه كبروجكت ولا بروجكت تمبليت؟ كبروجكت يبقى انت بتعمل مشروع، بروجكت تمبليت يبقى انت بتعدل في التمبليت، هتضيف حاجه، تشيل حاجه، تغير اليونت الافتراضيه وهكذا. طيب لما بقول له اوكي، ما دام التمبليت بيظبط حاجات بسيطه جدا، يعني مش هتلاقي مبنى معمول بس هتلاقي الاعدادات معموله، هتلاقي اختيار اليونت مظبوط، هتلاقي العلامات بتاع السكشن مظبوطه. لو انا مش عامل تمبليت كل شويه هتخش تعدل حاجه، فده بياخد منك وقت وبيضيع جهدك، فبتلاقي المشروع خد منك كتير. طيب اول ما فتحت هو بيقول لي في ليفل 1 ليفل 2 في سايت في الاليفيشن. طيب انا ممكن اجي في الاليفيشن كده وابدا ارسم، مثلا انا عايز ارسم مثلا زي فاونديشن هنا، فاقول له انا عايز ليفل وهبدا ارسم الاليفيشن بتاعي بالشكل دوت، تمام؟ هو كاتبه ليفل 3، هو منطقي بيعمل ليفل 1 ليفل 2، فانا هقول له ده مثلا فاونديشن. طيب عايز، بيقول لي عايز تغير الاسم ده في كل الاسامي، هو عمل هنا ليفل 3 ليفل 3، فاقول له ايه غيره، فيروح مغيرهم بالشكل دوت. طيب ممكن بقى تيجي هنا تقول له انا عايز ليفل كمان، وليكن مثلا الليفل ده ممكن تسميه ليفل 3 مثلا او ليفل زي ما تحب. عايز تغير الرقم ده اقف عليه واكتب الرقم اللي انت عايزه، خليه مثلا 8000 وخلي ده ليفل 3. خلي بالك واحنا بنرسم كنا بنتعمد ان الخطوط تبقى مع بعض بحيث لو انت زحت واحد فيهم كله يزح مع بعض بالشكل دوت. طيب انت عايز تعدل دي تقدر تخليها بالشكل دوت او تخليها في نفس الارتفاع زي ما انت شايف. طيب عايز العلامه تظهر الناحيه الثانيه، فممكن تعلم صح كده تبدا تظهر على ده، بس لو انت عايز يظهر في كله هتدخل اديت تايب وتعلم كده فهيبدا يظهر في الناحيتين. طيب هنخش دلوقتي على قناه مانج، وده بيحصل في بدايه كل مشروع، لازم ادخل على قناه مانج ابدا اظبط الاعدادات. اول اعداد بخش اظبطه اللوكيشن والبروجكت انفورميشن. اللوكيشن لازم تكتب المكان اللي انت شغال فيه، تمام؟ واوتوماتيك اول ما بتحدد المكان ايا كان المكان اللي انت شغال فيه تقدر تختار بالانترنت ماب او ديفولت سيتي، تطلع لك قائمه تختار منها. وبعد كده اول ما المكان ده بيظهر معاك بيبدا يعمل لك الويزر يجيبها لك مظبوطه. كايرو ايجيبت سيرش، لو في مشكله في النت هتيجي هنا تبدا تختار كايرو ايجيبت، هيبدا يظبط لك الاعدادات، هتلاقي الاعدادات بتاعت الوزر اختلفت وهكذا. طيب والسايت هتبدا تختار المكان بالظبط اللي انت هتعمل الاعدادات بتاعتك عليه، هقول له دلوقتي اوكي. وبعد كده تخش على البروجكت انفورميشن، تبدا تكتب اسم الاورجنايزيشن، تبدا تكتب البيلدنج نيم، الاسر. لو انت ما عملتش الاعدادات دي مظبوطه هتخسر كتير، يعني هتلاقي الملف بتاعك مش مفهوم، وناس كتير ممكن تعمل لك كومنت ان انت مش حاطط المعلومات مظبوطه، تمام؟ ف
في معلومات بتفرق في الشغل وفي معلومات بتفرقش في الشغل. يعني اسم الاورجانيزيشن نيم مش هيفرق معايا في الشغل دوت، بس هو لو هو اوتوماتيك بيتحط في الشتات هتلاقي المعلومه هتتحط غلط، فانت لازم تكتب المعلومات هنا صح. مثلا عمر سليم. في معلومه بتفرق جامد يعني الانرجي سيتنج ديت، لو انت حطيتها غلط العمليات الحسابيه اللي بتتعمل هتطلع معاك غلط، فلازم تظبط الاعدادات. هل انت مثلا عايز يعتمد في الاناليتيك موديل بتاعك او على الحسابات بتاعت الانرجي على البيلدنج اليمنتس الحوايط والروم والسبيس والحاجات ديت، ولا كونسبشوال ماس الشكل الكونسبشوال ماس اللي احنا شغالين عليه، ولا يشتغل على الاثنين مع بعض؟ فانت بتختار اللي انت عايزه. الجراوند بلان بتاعك انهي ليفل من دول؟ اما كلهم مكتوبين ليفل 1 2 3، ممكن يكون ليفل 1 ده في البدروم او في السقف، فتبدا تختار الليفل اللي انت عايزه. البروجكت فيس انت شغال في انهي فيس، ممكن يكون في كذا فيس موجوده. وتخش هنا في اليوزر اوبشن هتلاقي اعدادات خاصه بالبيلدنج تايب، الاوبريشن سكادول انت بتشتغل كام ساعه، ممكن 24 ساعه في 7 ايام زي مثلا الدكاتره. الاكسبورت كاتيجوري الروم ولا السبيس، السبيس طبعا بقى فيه معلومات اكتر كتير من الروم. طيب بعد ما ظبطت الاعدادات الرئيسيه ديت ندخل بقى على الاعدادات بتاعه الحوايط. الاعدادات بتاعه الحوايط مش بقول لك احنا نرسم حوايط. طيب جينا نرسم لقيت الوول اركتكتشر مش فعاله ودي مش فعاله. ليه مش فعالين؟ لان انت دلوقتي في الاليفيشن لازم تدخل في الفلور بلان عشان تبدا تتفاعل معاك. اول ما تدوس تقول لك تقدر ترسم اركتكتشر. طيب نرسم، لا لازم نعمل الاعدادات الاول. معنى ايه نعمل اعدادات؟ يعني دي الحوايط اللي موجوده، هل الحوايط دي هي دي اللي انت عايزها ولا في حوايط ثانيه؟ طب نفترض ان احنا عايزين نعمل حوايط جديد، ادخل هنا ايدي طيب وتبدا بقى تقول له دوبليكيت وتقول له مثلا عايز الحوايط ده يكون ايه 230. تمام اوكي، انت غيرت الاسم بس الحاجات اللي هنا ما اتغيرتش، يعني فاحنا الاسم اتغير بس الخصائص اللي جوه ما اتغيرتش. احنا لازم نغير ال 200 دي ل 230، فاقول له اديت وتدخل هنا هتلاقي ان الاستراكشر بتاعك 200. طيب اقدر انا عايز اضيف طبقه دهان من ناحيه ومن ناحيه، فاقول له انسرت واقول له انا عايز اضيف فينش. تمام واقول له انسرت تاني وانا عايز اضيف فينش، و هندي له طبعا الدهان اللي احنا عايزينه، اقول له ده اب والفينش ده هقول له داون. فانت لما تيجي تبص بريفيو بيقول لي اللي انت عملته اتلغى. ليه؟ لان ما ادانهوش السمكه، فانا عايز ده مثلا يبقى ده 15 واقول له انسرت وده الفينش ده 15، يبقى كده المجموع بتاعهم كام؟ 230 اهي. تمام فهقول له ده اب 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 واقول له بريفيو يظهر معاه بشكل ده. طيب كده كلهم نفس الماتيريال كونكريت، لا انا عايز اغير، فادوس على العلامه بتاعت الماتيريال وابدا اختار نوع تاني من انواع الماتيريال. تظبيط الحاجات ده بيسهل عليك الشغل بعد كده، تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت هتستخدمها كتير وتبدا تختارها. مفيش ماربل. طيب ممكن تختار بقى تشوف ايه الماتيريال اللي مناسبه ليك، مثلا دوت. ممكن تاخد الاسم ده كده كوبي وتقول له حطه لي هنا فيعمل لك الماتيريال من الناحيتين. الراب هنتكلم عنه، هو الفكره كلها ان هو ممكن يجي يقفل الحاجه دي في الاخر، ياخد الماتيريال دي يعملها. دي انسرت لما يبقى فيه دور موجود، ممكن تقول له ايه لما يكون في دور قفل من الفينج داون الفينج داون. طيب هقول له اوكي اهي بقى 230. طيب اوكي. هي الفكرة كلها ان انت بتظبط الحاجة اللي انت هتشتغل عليها. طيب ولكن دلوقتي مثلا عايزين نحط الاساسيات بتاعتنا. تمام طبعا هنبدأ نقول له مثلا احنا عايزين الفاونديشن بتاعنا، بلاش كده خليها مثلا 3400 مثلا بشكل دوت، او خليها ناقص 4000. طيب اجي هنا مثلا في ممكن في الفاونديشن تبدا تحط الحوائط الرئيسيه بتاعتك، هتقول له وول استراكشر وتبدا بقى تختار الوول اللي هو خاص بالحاجه اللي انت عاملها للاستراكشر. ممكن نيجي دلوقتي على ليفل 1 واقول له انا عايز ارسم وول استراكشر واحدد له بقى ان دوت هيترسم من الفاونديشن من الزيرو بتاعه لليفل 1.
تمام، وخلينا نحدد مثلا الحدود بتاعة المبنى بتاعنا. طيب مظهرش ليه؟ لأن هو الفيو رينج بتاعنا في الدور اللي تحت، بس هتلاقيه اترسم هو في الفاونديشن. تمام، فانت ممكن تكون بترسم في حاجة مظهرش معاك لأسباب كتيرة، منها إن انت تكون بترسم في ليفل آخر. طيب وليكن ده مثلا حدود المبنى، خلينا ناخد كده دايمنشن دي اي مثلا من هنا لهنا، لو من عايزها من نص الحيطة. طيب لو انا عايزها من الجنب بتاع الحيطة، يبقى تدوس تاب عشان تيجي معاك من هنا، وتاب عشان تيجي معاك من هنا. طب في طريقة تانية، في ان انا اجي هنا اقول له انا عايز ارسم الوول كلها، وتعلم سيلكت على الوول، ويبدأ هو يرسم لك الوول زي ما انت هتعمل. طيب خلينا عشان نظبط الشغل بتاعنا هرسم الجريد. طيب ممكن اجي هنا اقول له انا عايز ارسم الجريد، ممكن تختار بيك لاين، تبدأ تختار مثلا الحيطة مثلا من هنا، تاب عشان تحددها بالنص، وتاب مثلا عشان تختار ديت اهو، وتبدأ تختار انت بشوف الجريد دي انت عايز تسميها ايه. ممكن عايز تسميها مثلا 5 6 زي ما انت عايز، ممكن تقول له انا عايز ارسم جريد تاني اهو، وتبدا ترسم الجريد اللي انت عايزه. ممكن تخلي ده مثلا اي بي سي، بالشكل دوت. ممكن تيجي هنا تخلي ده يبدأ معاه، طيب انت عايز ترسم مثلا القاعدة للحوايط ديت، فهنقول له انا عايز من الاستراكشر مثلا عايز اعمل الفاونديشن بتاعت الوول، هتبدأ تختار بالشكل دوت، ممكن تختارها كده عادي او من 3D، مش هيبقى كده خالص اهو، هيبدأ يعمل لك القواعد بتاعت الحوائط بالشكل دوت. طيب لو انت عايز ترسم بقى الفلور ليهم كلهم، فانت ممكن تيجي تقول له انا عايز ارسم ستراكشر فلور، وتبدأ بقى تقول له مثلا ممكن تعمل سيلكت باي وول بالشكل دوت، وتقول له اوكي، فيبدأ يعمل لك الفلور. طيب نفترض مثلا ان احنا كنا عايزين نضيف اعمدة، انت ممكن تيجي هنا الرسالة اللي جت فاتت دي بيقول لي احفظ الشغل بتاعه سيف. طيب ممكن تيجي تقول له انا عايز كولوم، بيقول لك ان مفيش تاج، العمود موجود بس مفيش تاج، فبيقول لي عايز تحمل تاج العمود، فبقول له ماشي انوتيشن، بخش على سيفل وبخش اشوف فيه هنا تاج العمود. لا طيب تاج دي الكولوم ستراكشر، لو حد لقى تاج العمود يقول لي او ستراكشر كولوم تاج، في دوت وفي دوت، في واحد عادي وفي واحد بزاويه 45، فبقول له اوكي، وبيبدا يقول لي حمل العمود. طب العمود ده مش ده اللي انا عايزه، فانت ممكن تقول له لود فاميلي، وتقول له انا عايز احمل ستراكشر كولوم. خلي بالنا ان في كولوم في ستراكشر كولوم، الكولوم ده المعماري، ستراكشر كولوم ده الانشاء، ما ينفعش احمل ده في ده. تمام، انت عايز كونكريت، انا اختار مثلا السكوير اللي هو دوت، واقول له اوكي، هيعملوا لي مثلا 300 في 300. طب فرض ان انا عايز 200 في 200 مثلا، اقول له اديت تايب، واقول له دوبليكيت، واقول له ده 200 في 200، وتشيل العمليه اوكي، هتقول له ده 200 في 200. العمود دوت بيخلي ان هو مربع، لازم سكوير، لازم ده قبل ده. تمام، هقول له اوكي، وتبدا تحمل العمود زي ما انت عايز. هنا ده دبس، هقول له هاي، هخليه لحد ليفل 1 بالشكل دوت، فتقدر تحمله، تقول له مثلا حط لي العمود ده مثلا في المكان الفلاني، فيبدا يتحط بالشكل دوت ومعاه التاج. ممكن تقول له انا مش عايز التاج. طيب لو انا عايز احطه في الاماكن الالتقاء بتاعه الجريد، هقول له اد جريد، واروح عامل سيلكت بالشكل دوت. تمام، اقول له فينش، هيبدا يحط هو الأعمدة في الأماكن بتاعة الجريد بالشكل ده.
ممكن تعمل سيلكت وتقول له انا عايز اعمل سيلكت اول انستنس في المشروع ككل، وتقول له غيرهم مثلا ل 300 في 300 على سبيل المثال، فيبدا يعملها لك بالشكل دوت. طيب عايز انا احط مثلا تاج للعمود دوت، اقول له تي جي تي جي، وابدا اختار بالشكل دوت. ممكن بعد كده نبدا نرسم الحواف الخارجيه للدور اللي فوق. تمام. طيب لو احنا جينا نبص هنا، انا شايف الحوايط، فانا لو جيت ارسم حوايط ممكن ما تجيش معاها بالظبط، فممكن تيجي حاجه هنا اندر لي وتقول له انا عايز اشوف الحاجات بتاعت الفاونديشن، فهو كده وريها لي، اقدر اشوف الدور اللي تحت. انا اقدر اقول له وول، واقول له مثلا انا عايز وول ستراكشر او اركتكشر، عايزين نحط الحوايط الخارجيه. في ناس تقول لك حط الحوايط الخارجيه هي مره واحده من فوق لتحت مش هتتغير، وفي ناس تقول لك لا قسمها دور دور. ليه قسمها دور دور؟ بنقسمها دور دور على اساس لو عمارة كبيره طبعا، مش في المشروع الصغير بتاعنا ده، على اساس لما اجي اعمل البعد الرابع واخلي الحاجه تبدا تظهر واحده واحده، يبقى الموضوع سهل بالنسبه لي، يعني تبدا تظهر حوالي الدور الاولاني وبعد كده حوالي الدور الثاني وحوالي الدور الثالث وهكذا. طيب ممكن اجي بقى هنا واختار بقى الحائط، طبعا مش الفاونديشن، ممكن نختار مثلا حائط خارجي مثلا دوت. تمام. طيب ده كان 300، يبقى المفروض برضه الحاجه اللي نختارها ثانيه تكون برضه في الحدود ديت. ماشي، ده 350 عايزين، طبعا احنا بندخل نعدل براحتنا مفيش اي مشكله خالص. تمام. طيب خلينا ناخد دوت واقول له انا عايز اغيره واخليه 300، فممكن اخد مثلا 20 وده. الفكره بقى الحوائط اللي احنا رسمناها ديت اللي هي الحوائط الخارجيه هتبدا من فين لفين، اعمل سيلكت تاب وابدا اشوف هي المفروض هنا من ليفل 1، ممكن تخليها مثلا لليفل 2. تمام. طيب بفرض ان انا خلصت كل الشغل اللي بيتكرر معايا في الادوار اللي فوق، اعمل ايه؟ هتعمل سيلكت كده وتقول له كوبي، وعايز تاخده للدور اللي فوق هتقول له بيست سيلكت ليفل، وتبدا تختار الحاجه دي هتبقى في انهي ليفل. ممكن يكون عندك 20 ليفل فتقول له كرره، ممكن تقول له مثلا ايه خد من ليفل 1 ليفل 2 وليفل 3، مع ان ليفل 3 ده المفروض الروف فما يوصلش لفوق، بس ممكن تاخده وبعد كده ايه تعدي الخصائص بتاعته. تعالى بقى نشوف 3 دي هتطلع بالشكل دوت، ممكن تعمل سيلكت لدول. تمام. وتقول له مثلا لا دي خليها مثلا 1500 مثلا. تمام. تبقى بالشكل دوت. وبعد كده ممكن تاخد تعمل فلور لكل واحده فيهم، ممكن تبدا تقسم زي ما انت عايز. خلينا مثلا نيجي هنا في ليفل 1 واقول له انا عايز اعمل فلور، وممكن الفلور تقسمه، يعني ممكن نبدا نقسم غرف وكل غرفه يبقى لها فلور خاص بيها، لان بعض الاوقات بيبقى مثلا عندي الحمام والمطبخ ساعات بنديله فلور مختلف. تمام. على اساس ان بيبقى في مثلا موضوع السقف الصحي، موضوع ان بيبقى في سيراميك، يعني في حاجات كتيره بتخلينا نعمله بشكل مختلف. طيب ممكن نبدا نقسم الحوائط الداخليه، او ممكن نعمل مثلا دور. انا مش الهم عندي ان انا اعمل مشروع كويس، المهم ان احنا ناخد اكبر كميه من الافكار. تمام. ده مثلا هتخلي ده الباب، خليه يفتح مثلا لبره، ممكن انت عايز باب اللي هو من ناحيتين. تمام. فممكن نقول له باب دور، ونقول له احنا عايزين لود فاميلي لود فاميلي، وتبدا تختار الباب اللي هو مناسب للمشروع ده. وقت الدور دور، ونبدا نشوف الباب اللي هو يكون دبل مثلا دوت. اوكي اوكي بقى موجود. ممكن نلغي تحط قطعه اوتوماتيك، او تعمل سيلكت على الباب دوت وتغير النوع بتاعه بالشكل دوت. اول ما اتحط بدا يديني دايمنشن، ممكن الدايمنشن ده تعدل فيه تخلي مثلا ده 4000، فالباب يتحرك الناحيه دي ممكن تخليه مثلا 8000، او ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز الاثنين دول يكونوا قد بعض بالظبط. تمام. خلينا نحول ده لدايمنشن، تعمل سيلكت على الدايمنشن وتقول له ايكوال، تبقى قد بعض. طيب هو مش ظاهر لي الرقم هنا، كاتب لي بس ان هم ايكوال، فاقول له الفاليو، فيبدا يقول لي ان ده بالظبط 10 متر 500. طيب لو انا جيت اقول له اعمل دايمنشن دي اي، وجيت هنا قلت له انتاير وول، وعلمت سيلكت على الوول دوت، جاب لي المسافه كلها.
انا عايز بقى يجيب لي المسافه ويجيب لي الباب، فاقول له اوبشن تمام، واقول له الاوبننج واقول له من الويدث، وابدا اعمل سيلكت على الباب دوت تمام. ممكن تقول له لو في حيطه معاها او جريد يبدا يحسبها، فتبدا تعمل سيلكت فيبدا يجيبها لي بشكل دوت. طيب لو في جريد في النص فيبدا يعمل سيلكت ويقف عند الجريد ويروح حاططها بشكل دوت. فدي بعض المزايا اللي هتسهل عليك الشغل في الريفت. طيب ممكن بقى تبدا تعمل حوائط الداخليه، ممكن تقول له مثلا عايز اعمل وول، وتبدا تختار حوائط الداخليه. وليكن مثلا حائط، يعني حائط ممكن دي عباره عن فاصل بين الحاجات تمام، زي بارتيشن يعني. ممكن تقول له انا عايز مثلا الحائط اللي هو 150، وتبدا تقسم المبنى بتاعك زي ما انت عايز. ممكن تكون هتعمل مشروع مثلا فصول مثلا تمام، اهو تاخد مثلا الحيطه دي بالشكل دوت وتقفل كده، وتبدا تحط مثلا الوول تاني. عايز تحط مثلا الابواب، فهتبدا بقى تحط الابواب بالشكل دوت. لو في مقاس معين مش موجود معاك وانت عايز تحطه، تعمل سيلكت كده وتدخل هنا تقول له ايديت، وتبدا تكتب المقاسات اللي انت عايزها. يعني ده مثلا 19 15، ممكن تقول له طب انا عايز ده مثلا 30 مثلا، وتقول له ده 39. تقدر تدخل تغير الخصائص اللي موجوده، تقدر تختار الماتيريال، عندك الماتيريال دي تقدر تغير فيها زي ما انت عايز. تعال بقى نحط الدايمنشن دي اي الحته كل مره واحده. طبعا انا ما بعملش دايمنشن وانا شغال، لان انا لما بخلص شغل خالص ببدا احط دايمنشن تمام. دي بس ايه، بوريك بس سهوله الشغل في البيم. وطبعا اي حاجه بتتغير الدايمنشن بيتغير معاها اوتوماتيك. طيب لو انا عايز اعمل مثلا فلور في الحته ديت تمام، طيب ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اعمل فلور للحته دي، ممكن تعمل سيلكت من خلال الحوائط بالشكل دوت. خلي بالك ان في حاجه غلط هنقولها دلوقتي، هو عملها من الناحيه دي، فانت عايز تخليها تعكسها لبره، فممكن تيجي هنا تقول له خليها لبره تمام. كويس ان في حاجات بتحصل مش مظبوطه عشان نقدر نفكر فيها. هنا ممكن بقى تخلي تاخد الحيطه دي تخليها مثلا بالشكل دوت من بره اهو، وبعد كده هقول له انا عايز اعمل فلت من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا، وتاكد ان هي موجوده في ليفل 1. ده الفلور مكتوب ان هو 400، ممكن انت عايز تغير، ممكن تختارها مثلا 220 مثلا بالشكل دوت. اوكي خلاص عملنا. بيقول لي اتاش، يعني ايه اتاش؟ يعني خلي الحوائط تقف عند الفلور دوت ما تكملش، ودي حاجه كويسه. بس برضه طول ما انت شغال بالذات في اول مره، حاول انت كل شويه تدخل وتتاكد من الشغل بتاعك. دي الفلور اللي احنا اخترناه تمام. طبعا كل ده هيتعمل. طيب عايزين مثلا نحط زي سيلينج، فاقول له انا عايز ادخل سيلينج، خش هنا في السيلينج ليفل 1 وقول له انا عايز ادخل سيلينج. السيلينج عندي حاجتين، في اوتوماتيك سيلينج يعني تدوس في الغرفه وهو يبدا يحط سيلينج، او سكتش. سكتش تبقى انت هترسم، تبدا مثلا ترسم سكتش هنا هنا زي ما انت عايز تمام. طيب هقول له سيلينج اوتوماتيك سيلينج اللي ارتفاعه 2600، خلاص كده اتحط سيلينج. بس انا عايز اظبطه بالظبط، فممكن اقول له الاين واخد هنا بالشكل دوت، والاين واخد من هنا، واصبح عندي البدايه من هنا. طيب انا عايز المقاس ده اغير فيه، تعمل سيلكت هنا وتدخل هتلاقي فيه كذا نوع، تقدر تختار مثلا النوع دوت. الفكره من ايه؟ من السيلينج دوت لما تدخل هنا في الايديت هتلاقي عندي الفينش، ده الماتيريال. الماتيريال دي لما تغير فيها اوتوماتيك هتغير، ده الماتيريال الموجود. انت ممكن تختار اي ماتيريال ثانيه هتاخد نفس الشكل، هتلاقي عندك مقاسات مختلفه 200 في 200 200 في 400 زي ما انت عايز. فهي الفكرة كلها الشكل اللي هو بتاع الدستور اللي جوه. طيب خلينا مثلا نفترض ان انا عندي هنا سلم، طيب هعمل ايه؟ هدخل هنا من الاركتكشر واقول له انا عايز اعمل ستير تمام. هقول له مثلا الستير، هو اوتوماتيك بيحسب انت عايز من الستير من الليفل ده اللي في اللي فوقيه اللي هو ليفل 2، يبقى حسابهم قال لك انت عندك 23 درجه تمام او سلم. هنسيب حته مثلا ان الراجل يدخل وهنمشي لحد مثلا ما نوصل هنا
وبعد كده هاجي هنا تكملة بتاعت السلم واقول له اطلع لحد فوق. هو كده رسم لي السلم بشكل دلوقتي. طيب هقول له اوكي. هو ما ظهرش ليه عشان احنا في السلم. خلينا ندخل فيه في اللور بلان هيظهر معاك بالشكل ده. تبدأ بقى تمسك السلم كله وتبدأ تزيحه مثلا اساس يبقى مستند للحيطة. طيب انت مفروض بقى الفلور بتاعت الارضية السلم تبقى موجودة كلها وفوق بتطرح انت الجزء بتاع السلم. طيب يبقى احنا مثلا هنعمل هنا فلور للارضية ديت مثلا من هنا لهنا وقول له اوكي. طيب خلينا نشوفها في 3D. هتدوس على العملية تبدأ تشوف الشغل في 3D. طيب يبقى احنا لما نيجي نعمل سلم هعمل في الدور اللي فوق وهوقف عند ذات السلم. فهنا في ليفل 2 هاجي هنا اقول له انا عايز اعمل فلور. وتبدا تعمل اهو من هنا لهنا مثلا مع السيسنا بتاعت السلم حدود السلم ديت. وتعالى نشوفها في 3D. هنلاقي ان هو الفلور واقف معايا هنا. طيب انا عايز احط حاجه تقف هنا زي ريلينج. فاجي هنا في ليفل 2 ممكن تاخد نفس الحاجه دي تخليه يكملها او تقول له من اركتكتشر انا عايز ارسم ريلينج سكتش. اتاكد ان في ليفل 2 وهبدا ارسم بقى من هنا لهنا. اشوف في 3D اهيت. تقدر تعدل النوع بتاع الريلينج دوت تختار نوع تاني مثلا بالشكل دوت زي ما انت عايز. في اشكال كتيره ممكن تدخل جوه الخصائص بتاعته وتشوف بالظبط. احنا كنا شرحنا ريلينج كتير جدا فمش هنطول فيه. تمام. طب هنا هخلي الباب بقى ناحية السلم دوت بحيث ان اللي يدخل من الباب يلاقي درجة السلم ويدخل عنده. طيب هنعمل بقى برضه ليمنج هنا عشان نسد كل الحاجات محدش يوقع خالص. وفي برامج على فكرة بتبقى متخصصة في حاجات زي كده ان هو يلفت انتباهك للغلطات اللي موجودة فيه. تمام. تبدأ بقى تشوف مثلا السلم ده عايز ترجعه وعايز تظبطه. طيب انا عايز البسطة دي تكون كبيرة شوية فاعمل سيلكت بقى على السلم اقول له ايديت ستير مثلا ديت اقول له رجع حالي مثلا لحد هنا واقول له نور. طيب خلينا بقى نعمل الريلينج من هنا ليه عملنا حاجه بالشكل دوت ونقدر نلغي الحته الزياده ديت لو احنا حابين. يعني ممكن تقول له edit boundary وتقول له انا عايز ديت ترجع كده بالشكل دوت. طيب لو احنا عايزين نضيف مثلا نافذه هتقول له الغي لي section box وتيجي كده عايز احط مثلا نافذه في المكان دوت هتقول له انا عايز احط window وتبدأ تشوف الويندو اللي موجودة وتبدأ تحطها وكل واحدة من دول تقدر تعمل سيلكت وتغير الخصائص بتاعتها. يعني دي مثلا 2 متر مثلا بالشكل دوت. عايز تعمل السقف بسيطة جدا هتقول له أنا عايز أعمل الروف ويقول لك عايز تحطها على أن ليفل عايز تحطها على ليفل 3 مثلا يس. طيب هتقول له بقى أنا عايز أختار بقى إيه بين الحوايط ومش عايز سلاب. فيبدأ يعملها لك بشكل دوت. طيب نلاحظ ان في هنا الحيطة هنا مش كاملة. طب نعرف ليه؟ هو انا المفروض لحد ليفل 2 دي هتتحل لما نعمل الفلور بتاعها. فلو جينا في ليفل 1 تبدأ تشوف الجزء الناقص تعمل الفلور بتاعه. وكذلك في ليفل 2 ممكن تقول له انا عايز اعمل فلور وتستثني موضوع السلم. ممكن تقول له فلور وتبدأ تعمل كل
الأجزاء اللي فوق. طيب لو انت عايز تعمل حصر مثلا للحوائط، فتيجي هنا عند الاسكادول وتقول له نيو اسكادول، وتقول له عايز اعمل حوائط للمول اوكي، وول اسكادول ونيو كونستراكشن، وتقول له اوكي، وتبدا تشوف ايه الخصائص اللي انت عايزها للحوائط ديت. ممكن تقول له مثلا لينس، ممكن تقول له مثلا تايب، تايب نيم، تايب مارك، الفوليوم، الويتس، وهكذا الخصائص اللي انت حاببها. انكلود اليمنت اللينك، لو انت عامل لينك يبدا يظهر لك العناصر الموجوده فيه. دي بقى حاجات خاصه بالاناليتيك، بالبروجكت انفورميشن، بي 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 حاجات ديت. فانت تقدر تشوف ايه الحاجه اللي انت عايز تضيفها وتبدا تضيفها. اوكي عمل لك كده بالشكل دوت. طبعا كل الحوائط موجوده بس حيطه حيطه، فممكن اقول له لا انا عايز اعمل لها سورتنج اند جروبنج، تشيل علامه التمايز وتبدا تختار مثلا، تقول له اعملهم لي من خلال الطيب. فكل طيب هيبدا يشوف الحاجات. طب ما جابليش المجموع بتاع اللينس، ممكن تيجي هنا فورماتنج وتقول له اللينس، وتبدا تقول له انا عايز احسب لي التوتال، وبرده الفوليوم الاريا والفوليوم انا عايز احسب التوتال. طبعا مش هنحسب الفاير ريتنج نجمعهم ما بقاش لها معنى يعني، وهكذا. طيب عايزين نحط الحاجات دي في شيت، هاجي هقول له هنا نيو شيت، وابدا اختار الشيت اللي انا عايزه، وابدا اسحب الليفل احطه هنا اهو، وابدا اسحب السكادول اللي انا عامله احطه اهوت. لو انا عايز اطبع هقول كنترول بي، واختار الطبعه اللي انا عايزها وليكن مثلا للبي دي اف، تقول له كرنت فيو، تقول له بريفيو، فيبدا يوريها لك بالشكل دوت. ممكن تدخل برده في الخصائص وتقول له انا عايز صفحه مثلا تبقى A3 مثلا، فيت تو بيج او زوم، تبدا تعمل زوم اللي انت عايزه، شكل الورقه. تمام. طيب عايز تصدر لي الاوتوكاد، تقول له فايل، وتقول له اكسبورت اوتوكاد، وتبدا تختار الخصائص بتاع التصدير. بقول له اكسبورت، وبقول له اوتوكاد اكسبورت، وبتبدا تختار اعداد الطباعه، وتبدا تقول له انا عايز الشتات، عايز كل الشتات، فهو الشيت واحد اللي موجود، هتقول له اوكي. لو انت عايز تدخل في الخصائص هتدخل هنا، دي الليرات، اللاين، الباتر، الجنرال. الجنرال هنا بشيل العلامه ديت، العلامه دي لو عندي شيت وفيو يبقى هيصدر شيت لوحده والفيو لوحده ومحصول بينهم لينك. انا عايز لا يصدر مره واحده، والاوتوكاد اللي انا عايزه 2007، وهقول له اوكي ونكست، وتبدا تختار الاعداد. لازم تشيل العلامه دي الصح ديت، وهنا التسميه هاخد الاسم كله، اسم المشروع، بعد كده اسم الفيو، وبعد كده تقول له 2007 شورت، هيحسب الجزء ده بس. انما لما تقول له لونج هيحسب بقى اسم المشروع بعد كده اسم الفيو. فكده احنا خدنا جوله سريعه على برنامج الريفيت، وهتلاقي شرح الحاجات مفصل على بمقربيه على اليوتيوب ان شاء الله.